الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عملتي في الامتحان النهارده برضو الحاجات اللي ما جاتلكيش اللي ذاكرتيها امبارح برضو؟ لا. امال ايه؟ بس ايه كانت في حاجتين صعبين. حاجه وحاجه. ايه بقى؟ تفكير كده رسمه وليه قطان. انا هي اسمها. قلت ايه؟ قعدت افكر، قلت اختار اي حاجه. اخترت اي حاجه. جالي صورة اكتبها من غير بقى ما اختار. اوكي. نقلت كده ما شفتش قلت اكتب ايه؟ قلت اكتب في اللي ورا وخلاص. اشوف اللي ورا ايه مكتوب. يعني حليتي ولا ما حليتيش؟ وخلاص هي. حليتي ولا ما حليتيش؟ حليت. كلها خلصتها بالزيت اتنين هي واحد على الاسفل. يعني حليتي ولا لا؟ حليتي؟ مم. طيب ماشي جدع برافو عليك. يعني حاجات من اللي ذاكرتيها امبارح جات لك؟ طيب تمام. مش كلها يا نهار ابيض. امال ايه؟ امال ايه ردي؟ مش كل شيت يعني اللي احنا مش كل شيت اللي انت ذاكرتيه بس في حاجات كتير جات لك منه ولا لا؟ طب الحمد لله. المهم ان شاء الله هتجيبي درجه حلوه. مستر شكرا على الناس السالكه. ايوه شكرا شكرا. بعدين الاغنيه دي انا شغلت اليوم في العربيه اللي هي ما اسمعها بتاعت مين؟ شكرا للي مشرف العمر في يوم ما خذلنا. ايوه شكرا شكرا. وبعدين يا غزل انت الحمد لله حليتي كله تمام يعني. تعالي يلا غير هدومك. قولي لي خمس اغاني ننسى عجب ننسى عجب اخصمك. يا سلام. يا ساتر. غزوله اكلت الساندوتش بتاع كل الصبح. ليه؟ نعم اكلت الساندوتش كله بتاعك الصبح. انت عملتي ساندوتش اصلا؟ ايوه. انت رايحة المدرسة؟ انا احسن معايا في المدرسة. لا انت رايحة الصبح اكلتيه كله؟ بجد ولا بتهزري؟ ها؟ ما تردي عليا. ها؟ ماما الصراحة غزال تعالي كده شوية اطلعي قدام شوية تعملي ايه؟ تعالي اطلعي قدام شوية. يا نهار ابيض على المنظر. يا مامي ده عفريت ده ولا هزار؟ بصي منظرك شكله وحش قوي. عسل يا ناس. ده ايه ده؟ لا ما عرفوش. تعالي عادي عادي. صباح الخير برنس مصر. صباح العسل. عامل ايه برنسو؟ كويس والله الحمد لله. اخبارك يا برنسو؟ اخبار العمره معاك؟ الحمد لله والله. بجد ايه شعورك بعد لما جيت من العمره؟ يعني حاسس بايه؟ حسيت الواحد كده ايه اعصابه هديت شويه. دي حقيقه. بجد. والله دي حقيقه. والواحد ايه كده مرتاح. الحمد لله الحمد لله باذن الله نطلعها تاني ان شاء الله. ان شاء الله. صحبه السنه دي نطلعها تاني. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله على خير يا رب. عايز اقول لك يا برنس. قولي. دلوقتي يا برنس انا قلت لك هات لي خمس اغاني. دلوقتي بنتكلم في عمر هات لي اغاني يعني. اصل مستر احمد لسه سالني السؤال ده الصبح. اتفضلي يا ايه اتفضلي. طب صلي على النبي عشان مرات يا برنس. السلام علي افضل الصلاه والسلام. 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 انت كده عملت 11. علي افضل الصلاه والسلام. 12. علي افضل الصلاه والسلام. ايش يلا خدت حسنات اهو. عايز تقول ايه بقى؟ خلاص بقى مثلا يا برنس ما انت سديت نفسي يعني انت قلت لي كنت سكتني والله. طب اصل انت دلوقتي بتتكلمي يا عمره. قلت لسه جايه من عمره. قلت لي اغاني. ما هو ما يعني معلش شوف اللي حصل للدنيا بس. معلش الناس بقت وحشه قوي. ماشي يا برنس صباحك فل يا برنس. صباح العسل. سوبر زوزو يلا يلا برنس خليها تطير يا برنس. يلا يلا سير يلا.
يلا يلا اشتغلت والله. يلا عشان نفطر انا وانت، انا جعانه انا جعانه انا جعانه. حد اش فكري شوفي نفطروا ايه لحد ما ما خلص المشهد بتاعي. انا عايزه اكل ساندوتش بالتركي سريع. اه ماشي طيب اوكي. عايزه كوله اوكي كل. لا عشان الدكتور قال لك ممنوع. طب في ماشي. ايوه اللي انا كنت الحمد لله على السلامه. طب جديد اتوبيس جديد. انا كنت راكبه دوار وجيت انا في حاجه ولا ايه؟ وافيك يا ليه؟ انت خدت الست اللي قاعده هنا صح؟ وانت مش تعجلها، اقول لها عايز ال 10000 جنيه بتوعي. وحشتني. ايوه بوابه مين؟ انا اللي ماسك العماره، ما فيش حد هنا ماسك العماره، ما فيش بوابين هنا غير انا. يا سلام. انت عاوزه ايه وايه الشنطه دي؟ احنا ده ان شاء الله، ده بقى ان شاء الله. خير. تعالى 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 احكي لي. تعالى كنت امتى نحكي لي عملتي ايه النهارده في المدرسه؟ خدت املا. خدت املا؟ ما كنتش عارف اكتبها. ما كنتش عارف تكتبها؟ وبعدين؟ طب اقول لك حاجه. ايه ده؟ ثواني يا غزل. وبعدين؟ ميس حبيبتي ورقه منك؟ يعني هتسقط؟ هتسقط ولا هتنجح؟ هكتبها في الكراسه وفي البيت بعرف اكتبها. يعني انت سايب دلوقتي، انت هتسقط ولا هتنجح؟ هتنجح؟ يا رب ان شاء الله. وكانت فيها كده حاجات كده انا مش عارفها كده. ايه مثلا؟ هي كده. ايه اللي مش عارفه؟ ها؟ 10 ها؟ زائد 10 زائد 10 ها؟ مش حافظها؟ انت اصلا مش عارف انت كنت بتحل ايه؟ اصلا؟ اصلا؟ صباحك فل يا زول. صباحك فل. هل انت مطمن شو لا 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 بور كيرا بور كيرا يوم كيرا يوم كيرا بور كيرا يوم كيرا. انت اصلا بتقولها غلط اصلا. والله صح. انت فاكره انت فاكره. طب بصوا يا جماعه، فنجان القهوه بتاع مستر احمد، بصوا هو اصلا فنجان مقلوب، تحس ان الحته المفروض يتشرف فيها فوق والحته اللي مش المفروض يتشرف فيها تحت. انا اعرف ان الفنجان بتبقى الحته الصغننه دي تبقى تحت، الحته الكبيره دي بتبقى فوق عشان تشرب منها القهوه. لكن ده ايه يا يزن بتبص على ايه؟ ايه ده؟ بصوا يا جماعه، اصلا يعني هو اصلا هو سو كيوت، يعني شكله كيوت، بس انا بالنسبه لي ما تحس ان هو يخنق في الشرب، مش عارفه ازاي مستر احمد بيشرب. بصوا عامل ازاي اصلا. خليك كده فاهمه؟ حياه وحشتيني 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 يا فيروز. مستر احمد عنده حياه. عامله ايه يا روزا؟ يا روزا روزا قوي تلوني في الستوري دي. استنيني اقراها سوا. لا مش عارفه دي جار من المدرسه. غسوله افتحي كده الكيس. يلا قولي بتكسبي ايه بقى؟ تركي تركي تركي. ها هو انا عايزه كبوس. لا ما تكبوش وانت يا ده. شكرا يا سلمى. شكرا يا انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا تيتو؟ حاسدني يا تيتو. مالك زعلان ليه؟ زعلان؟ ها؟ زعلان ليه؟ يلا يا زميلي عشان تطلع تاخد شاور يلا تكتب الهومورك بتاعك. مالك يا تيتو زعلان ليه؟
ماشي مكه جايه لك دلوقتي بتصور فيديو جايه. يلا يا زن بيبي، يلا حبيبي، يلا بينا. يلا يا زن قوم يا زن، يلا عشان في كتابه هوم ورك. شاور وتكتب الهوم ورك على طول. بس باي تيتو، هتوحشني. نعم.